بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي احسن تدبيره الكائنات وخلق الارضين والسماوات وانزل الماء من المعصرات وانشا الحب والنبات وجعل العلم نورا يبدد الظلمات واصلي واسلم على خير مبعوث الى خير امه بخير دين وبعد ابنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الازهري بقسميه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم مع حلقه المراجعه النهائيه نبداها ان شاء الله تعالى بهذا السؤال السؤال يقول متى لا يكون الخلع مكروها الاجابه اولا ان يخاف الا يقيم حدود الله ثانيا ان يحلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء لا بد له منه فحتى لا يقع ثلاثا فيخلعها ثم يفعل الامر المحلوف عليه السؤال التالي ما اثر الخلع مع التعليل الاجابه هو ان تملك المراه به نفسها ولا رجعه له عليها الا بنكاح جديد اي بعقد جديد باركانه وشروطه لانقطاع سلطنته بالبينونه المانعه من دوام العلاقه بينهما السؤال التالي: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين معللاً أو مدللاً لاختيارك؛ ألف قال علي الطلاق وسكت، هل طلاق صريح أم كنائي أم الظاهر أنه صريح؟ الإجابة: الظاهر أنه صريح، العلة: لاشتهاره في معنى التطليق. باء قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقه وقع ثلاثا أو وقع طلقتان أو لا يقع به شيء الإجابه وقع ثلاثا لأنه إذا استثنى من طلقه بعض طلقه فبقي بعضها ومتى بقي كملت ألف ترجمة لفظ الفراق والصراح إلى غير العربية صريح في الطلاق كناية فيه مختلف فيه الإجابة كناية لاختلاف في صراحتهما بالعربية فضعف بالترجمة السؤال التالي بما توجه الفرق في الحكم فيما يلي وجوب الإشهاد على النكاح يسن الاشهاد على الرجعه الاجابه وجب الاشهاد على النكاح لاثبات الفراش اما الرجعه فلا تحتاج الى اثبات فراش لانها في حكم استدامه النكاح السابق وهو ثابت في الرجعه السؤال التالي هل يجوز للمظاهر معاشره زوجته قبل أن يكفر مع ذكر الدليل الإجابة لا يجوز له ذلك لقوله تعالى من قبل أن يتماس السؤال التالي بين ما يحرم على الرضيع والمرضعة الإجابة يحرم على الرضيع التزويج من المرضعة ومن كل من انتسبت إليه من الاصول والفروع ويحرم على المرضعه التزويج من الرضيع وفروعه دون من كان في درجته او اعلى درجه منه السؤال الذي يليه متى تجبر الام على الحضانه وما الحكم لو بلغ المحضون رشيدا مع التعليل الاجابه تجبر الأم على الحضانة إذا وجبت نفقة المحضون عليها كأن لم يكن له أب ولا مال لأنها حينئذ كالأب أما إذا بلغ المحضون رشيدا فإنه يلي أمر نفسه وذلك لاستغنائه عمن يكفله السؤال التالي: اذكر الفرق في الحكم مع ذكر الدليل بين ما ياتي عدة كل من المتوفى عنها زوجها قبل الدخول المطلقه قبل الدخول الاجابه المتوفى عنها قبل الدخول عدتها اربعه اشهر وعشره لعموم آية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا. اما المطلقه قبل الدخول فلا عده عليها لقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. السؤال التالي: ما الواجب في القتل العمد وما الحكم لو عفا المستحق للقصاص عن القصاص واطلق مع ذكر الدليل او التعليل الاجابه الواجب في القتل العمد القصاص لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل ولو عفا المستحق للقصاص عن القصاص واطلق سقط القصاص ولادية العلة لأن العفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم. السؤال التالي: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين معللا أو مدللا لاختيارك. ألف: قتل جماعة واحدة. يقتلوا به جميعا او تلزمهم الديه فقط او يعزروا فقط الاجابه يقتلوا به جميعا لان عمر رضي الله عنه قتل نفرا خمسه او سبعه برجل قتلوه غيله اي حيله وقال لو تمالا عليه اهل صنعاء لقتلتهم به جميعا باء زنى صبي مميز هل يقام عليه الحد أو يؤدب بما يزجره أو لا شيء عليه الإجابة يؤدب بما يزجره العلة لعدم الحد عليه وذلك لعدم تكليفه جيم تجزئ البدنة في الأضحية عن تسعة أو سبعة أو ثمانية. جيم تجزئ عن سبعة لحديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. دال بيع جلد أضحية التطوع هل يحرم؟ أو لا يحرم أو يفسد الأضحية. جيم يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. هاء: تولي أو تولى القضاء من ليس بأهل للحكم ووافق حكمه الحق هل لا ينفذ حكمه؟ او ينفذ حكمه او ينفذ عند الضروره الاجابه لا ينفذ حكمه العله لان اصابته اتفاقيه ليست صادره عن اصل شرعي فهو عاص في جميع احكامه زاي قتل صبي مكلفا هل يقاد منه او تجب الديه في ماله او يعذر الاجابه تجب الديه في ماله ولا يقاد منه لرفع القلم عنه قطع انف غيره هل تجب فيه ديه النفس كامله او فيه القصاص او فيه الارش الإجابة تكمل فيه دية النفس الدليل لخبر عمرو بن حزم بذلك ولأن فيه جمالا ومنفعة السؤال التالي ما شروط وجوب الدية في اللسان كاملة الإجابة رقم واحد إذا قال أهل الخبرة لا يعود كلامه ثانيا اذا ابطل نطقه في كل الحروف السؤال التالي اذكر الفرق في الحكم بين ما ياتي مع بيان السبب عفا بعض المستحقين للقصاص عن القصاص عفا المقذوف عن بعض الحد الاجابه يسقط القصاص وإن لم يرضى الآخر لأن القصاص لا يتجزأ ويغلب فيه جانب السقوط أما القذف فلا يسقط منه شيء السؤال التالي ما مقدار حد الشرب وما دليله الإجابة مقدار حد الشرب أربعين لخبر مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين، ويجوز أن يبلغ به ثمانين. السؤال التالي: ما الحكم لو سرق اثنان ما دون نصابين اشتركا في إخراجه من الحرز؟ الإجابة: لا يقطع العلة. لأن كلا منهما لم يسرق نصابا كاملا. السؤال التالي: بما تدلل على الفرق في الحكم فيما يأتي؟ السارق تقطع يده في السرقة، المختلس والمنتهب والخائن لا تقطع أيديهم. الإجابة: تقطع يد السارق لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أما الباقون فلا تقطع لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع ولأن السارق يأخذ المال خفية ولا يتأتى منعه فشرع القطع زجرا له وهؤلاء يقصدونه اي صاحب المال عيانا فيأخذون منه المال فيمكن منعهم بالسلطان وبغيره. السؤال التالي: ما الحكم لو اخذ قطاع الطريق المال المقدر بنصاب السرقه ولم يقتلوا مع ذكر الدليل والتعليل؟ الاجابه: قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف لقوله تعالى او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف تقطع اليد اليمنى للمال قياسا على السرقه والرجل للمجاهره تنزيلا لذلك منزله سرقه ثانيه السؤال التالي دلل على ما يأتي ألف لا جهاد على صبي ومجنون الإجابة لقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج قيل المراد بالضعفاء هم الصبيان لضعف أبدانهم وقيل المراد بالضعفاء المجانين لضعف عقولهم السؤال التالي بين حكم كل مما يأتي مع ذكر الدليل أو التعليل ألف ذبح طائرا بعظم الإجابة لا يحل لخبر الصحيحين ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة أي سكين أهل الحبشة باء مرض الحيوان أو جاع فذبحه وقد صار في آخر الرمق الإجابة حل هذا الحيوان العلة لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه مرض حيوان بأكل نبات مضر حتى صار في أخر رمق فذبحه الإجابة لم يحل العلة لوجود سبب آخر يحال عليه الهلاك السؤال التالي متي تكون الأضحية سنة عين الإجابة تكون الأضحية سنة عين إذا لم يتعدد أهل البيت السؤال التالي بما توجه الفرق في الحكم بين كل مما يأتي عدم إجزاء مقطوعة بعض الأذن في الأضحية إجزاء مقطوعة جزء يسير من الألية الإجابة لأن الأذناء عضو لازم دائما بخلاف الألية كما أن قطع جزء يسير من الألية الذي يسمى التطريف مثلا يزيد في سمن الشاه ومن ثم فيجبر أي المقطوع بسمنها أي بلحمها الزائد. السؤال التالي ما ضابط المجزئ في الأضحية؟ الإجابة: السلامة من كل عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل غيره أي الشحم يعني الدهن يعني أو الكبد أو الطحال أو ما ضرع ذلك. السؤال التالي: بين أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأضحية والعقيقة مع ذكر الدليل. الإجابة: العقيقة كالأضحية في جنسها وسلامتها من العيب، والأفضل منها، والأكل منها، وقدر المأكول منها، والتصدق والإهداء منها، وتعيينها إذا عُيِّنت، وامتناع بيعها، وتختلف عنها في أن الأضحية توزع نيئة، أي لحمها يوزع نيئة. والعقيقة يسن طبخها لما روي عن عائشة أنه السنة. السؤال الذي يليه بين حكم ما يأتي وسبب الفرق في الحكم: ألف حلف باسم من أسمائه الغالب إطلاقه عليه كالرحيم وأطلق. باء حلف باسم من أسمائه. التي تطلق عليه وعلى غيره سواء واطلق كالموجود والعالم والحي الاجابه تنعقد اليمين لانها تستعمل في غيره تعالى مقيدا في الحاله الاولى اما في الحاله الثانيه فانها لا تنعقد لانها لما اطلقت عليهما سواء اشبهت الكنايات. السؤال التالي: حلف بالقرآن أو بالمصحف فما الحكم؟ الإجابة: تنعقد يمينه، إلا أن يريد بالقرآن الخطبة وبالمصحف الورق والجلد. السؤال التالي: ما حكم النذر على فعل طاعة؟ او على فعل معصيه او على ترك مباح مع ذكر الدليل الاجابه يلزم النذر على فعل الطاعه ولا يصح نذر في فعل معصيه لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه ولا ينعقد النذر على ترك مباح لحديث مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. السؤال التالي: ما الحكم لو علق النذر بمشيئة الله او مشيئة زيد فشاء زيد الاجابة: لم يصح العله لعدم الجزم اللائق بالقرب السؤال التالي متى لا يكره للقاضي القضاء عند الغضب الاجابه لا يكره للقاضي القضاء عند الغضب اذا دعت الحاجه الى الحكم في الحال السؤال التالي ما حكم شهاده الاصل للفرع والعكس اي الفرع للاصل وما حكم شهاده احد الزوجين للاخر مع التعليل الاجابه لا تقبل شهاده الاصل للفرع والعكس العله لوجود التهمه في ذلك وتقبل شهاده احد الزوجين للاخر لان الحاصل بينهما عقد يطرا ويزول السؤال التالي ما الحكم لو نكل المدعى عليه عن اليمين مع ذكر الدليل الاجابه لو نكل المدعى عليه عن اليمين ردت على المدعي لانه صلى الله عليه وسلم ردها على صاحب الحق فيحلف اي المدعي ويستحق اي يستحق المدعى به السؤال التالي ما حكم شهاده من لا مروءه له الاجابه لا تقبل شهادته العله لانه لا حياء له لقوله صلى الله عليه وسلم اذا لم تستح فاصنع ما شئت السؤال التالي: ما الدليل على التعزير من السنه؟ الإجابة: روى البيهقي أن علياً رضي الله تعالى عنه سئل عمن عن قال لرجل يا فاسق يا خبيث فقال علي كرم الله وجهه أنه يعزر. السؤال التالي: ما عدة كل من الحائل المتوفى عنها أو الحائل المطلقة الإجابة الحائل المتوفى عنها عدتها أربعة أشهر وعشرة أما الحائل المطلقة إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء وإن كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة والآيسة فعدتها ثلاثة أشهر السؤال التالي بين حكم ما يأتي مع التعليل حلب لبن من امرأة ثم ماتت وأوجر الطفل به بعد موتها الإجابة يثبت به التحريم لانفصاله منها حال حياتها التالي حلب لبن من امراه دفعه واحده ووصل الى جوف الرضيع في خمس مرات او العكس الاجابه يعد رضعه واحده ولا يثبت به تحريم اعتبارا في الاولى بحال الانفصال من الثدي وفي الثانيه بحال وصوله الى جوفه دفعه واحده باء علل لما ياتي لا جهاد على اشل اليدين الاجابه لان مقصود الجهاد البطش والنكايه وهو مقصود وهو مفقود فيه لانه لا يتمكن من الضرب السؤال التالي بين حكم كل مما ياتي مع ذكر الدليل او التعليل الف شراء القاضي وبيعه بنفسه الإجابة يكره شراء القاضي وبيعه بنفسه لئلا يشتغل قلبه عما هو بصدده من القضاء ولأنه قد يحابى فيميل قلبه إلى من يحابيه باء ولا الإمام من لا يصلح للقضاء مع وجود الصالح له والعلم بالحال الإجابة أثم المولي والمولى ولا ينفذ قضاؤه وإن أصاب فيه السؤال التالي ما حكم الحلف بغير الله الإجابة لا ينعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل أو أبيه أو أمه ولو مع قصده بل يكره إلا أن يسبق إليه لسانه. السؤال التالي: ما الحكم لو دخل على صديقه فأراد أن يقوم له فقال والله لا تقم لي فقام. الإجابة: هذا يمين اللغو. السؤال التالي: بين ما يجب في لغو اليمين وما دليله. الإجابة: لا شيء في لغو اليمين. لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أبنائي وبناتي بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أدعو الله سبحانه وتعالى أن, يوز أن يرزقكم التوفيق والنجاح والفلاح وأعلى الدرجات أشكركم وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته